بتوجيهات سامية من قائد الإنسانية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه، وبدعم كريم من رئيس اللجنة الكويتية العليا للإغاثة ورئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار بالديوان الأميري ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الدكتور عبد الله معتوق المعتوق وعضوية رؤساء الجمعيات الخيرية الكويتية. واصلت اللجنة الكويتية العليا للإغاثة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجها لإغاثة اللاجئين السوريين في لبنان، وذلك بتبرع كريم من الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت برئاسة الدكتور عبد المحسن عبد الله الجار الله الخرفي عكار، وتم فيها توزيع 1900 سلة غذائية. طرابلس حيث تم توزيع 2556 سلة غذائية. شكراً للكويت، شكراً للكويت. جبل لبنان فتم توزيع 1782 سلة غذائية. شكرا للكويت، شعب الكويت. بيروت وتم فيها توزيع 1000 سلة غذائية. البقاع الغربي والبقاع الأوسط وتم فيها توزيع 2228 سلة غذائية. الجنوب حيث تم توزيع 1782 سلة غذائية. وشملت محتويات السلة الغذائية 18 صنفاً. ولا يفوتنا أن نشكر أركان سفارة دولة الكويت في الجمهورية اللبنانية وعلى رأسها الأخ الكريم سعادة السفير عبد العال القناعي على دورهم المتميز في إنجاح المهمة الإغاثية لوفد اللجنة العليا للإغاثة. وشكر موصول أيضا للهيئات والجمعيات الإسلامية والخيرية الكويتية الأعضاء في اللجنة الكويتية العليا للإغاثة وعلى رأسها الأمانة العامة للأوقاف لإسهاماتهم الجلية في مجال التنمية والعمل الإغاثي والإنساني. الشكر موصول للحكومة اللبنانية وعلى رأسها وزارة الداخلية لتسييرها أعمال الوفد الإغاثي. وستبقى دولة الكويت بإذن الله مركزاً إنسانياً عالمياً وقبلة للخير والأمل والسلام بتوجيهات صاحب السمو والقائد الإنساني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مع تحيات اللجنة العليا للإغاثة.